السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى مشاهدين، يا رب تكونوا في أحسن حال، وأهلا وسهلا بكم في مطبخ أم باسم. إن شاء الله النهاردة هنعمل الترمس السريع أو الترمس الحلو. هنعرف نسيبه على النار قد إيه، وكمان هنعرف كمية الملح والمية، وكمان هياخد وقت قد إيه عشان يبقى جاهز. يلا نقول بسم الله نشوف عملناه إزاي. بسم الله، هنجيب 1/2 كيلو ترمس ونغسله ونضيف عليه مية، والمية تكون قده مرتين، وهنسيبه في المية لمدة 12 ساعة. لو أكتر من 12 ساعة يكون أفضل، هيسهل عليكي في التسوية. نرجع لكم بعد 12 ساعة ونشوف شكله. بعد 12 ساعة ده كان شكله، والحباية اتضعفت وكبرت. دلوقتي هنصفي المية اللي فيه، مش هنسلقه بنفس المية، صفيناه بقى بالشكل ده، شايفين الحباية كبيرة. دلوقتي ان شاء الله هنحطه في حلة ونضيف عليه مية ونشغل البوتاجاز عليه ونغطيه، وهنسيبه لما يغلي. دلوقتي يغلي، بعد ما يغلي على البوتاجاز يغلي لمدة 5 دقايق بعد الغليان، 5 دقايق بعد ما يغلي ان شاء الله، مش اكتر من كده عشان ما يتهراش منك، ولا اقل من كده عشان ما يبقاش يعني ما خدش سوا كافي. 5 دقايق من بعد الغليان، يعني هتبقى الحباية امسكيها كده وشوفيها هيكون فيها قرشة بسيطة، يعني تقريبا 3/4 سوا. دلوقتي تمام، هنطفي ونصفي بالشكل ده كده. تمام، يلا بينا نعمل المحلول الملح. بسم الله، معايا 1/2 كيلو الترمس، هنحط عليه بالظبط 4 كوبايات مية، مية عادية من الحنفية بالكوباية المقاس العادي، 4 كوبايات بالظبط. هنضيف 4 معالق كبيرة ملح، ما تكونش مليانة الأخيرة، 2 3 4. لو بتحبي الشطة ممكن تضيفي حبة شطة، لو مش حابة الشطة خلاص مفيش مشكلة. محلول الملح ده هيطلع مظبوط معاكي على 1/2 كيلو. هندوب كويس الملح، نحط الترمس في برطمان ونضيف عليه المحلول، والمية تغطي الترمس. ممكن تحطي كل الترمس في برطمان واحد مش مشكلة. كده تمام، غطينا الترمس بالمحلول، هنقفله نحط عليه الغطيان ونقفله، وهنسيبه كده من 2 لـ 4 ساعات عشان يشرب الملح ويبقى جاهز للأكل. بعد 4 ساعات تغرفي منه كده وتاكلي، يبقى طعمه جميل كده. يبقى خلصت،